تحتدم المعارك بين الجيش السوداني والجيش الشعبي في منطقة هجلي الغنية بالنفط، ويقول الجيش السوداني انه احكم قبضته على مداخل المنطقة، وان قواته تتقدم في المواجهات الاولى توطئة لخوض المعركة الفاصلة لاسترداد هجلي وتدمير الآلة الحربية للجيش الشعبي لمنع اي اعتداء من جانبه مرة اخرى حسب ما قال. نؤكد ان امر هجلي في يدنا بنسبة 100%، وأقول هذا والحرب الآن دائرة وبندقيتنا الآن تؤدي عملها في هجليج، فنحن من كافة المحاور سنقترب وسنتمكن بإذن الله تعالى من تدمير الآلة الحربية. هذا المشهد من التعبئة والاستنفار انتظم في كل ولايات السودان استعدادا لما تسميه الحكومة السودانية الرد الحاسم على دولة الجنوب بسبب ما سمته الاعتداء على منطقة هجلي. حالة الاستنفار هذه تقول الحكومة انها ستكون دائمة، وذلك لمواجهة ما قالت انه كبر حجم المؤامرة التي تحيكها دولة الجنوب بالتعاون مع ايد خارجية، وان رد الاعتداء هذه المرة سيبدأ باسترداد منطقة هجليج، ولكنه لن يقف عند هذا الحد. لابد ان تدق قصور الحركة الشعبية اينما كانت، فهي التي سببت كل هذه الاحداث الاخيرة في السودان، وبالتالي نحن لها بالمرصاد اينما كان ان شاء الله سبحانه وتعالى. عشان كده انا بقول ما عندنا سقف من الليلة، ما عندنا سقف مع الحركة الشعبية. القدرات العسكرية التي يتحدث عنها طرفان وانعدام الثقة في الحوار السياسي ربما صعب من نبرة التحدي بين الجيشين، لكن خبراء عسكريين يقولون ان منشآت النفط تمثل عائقا للطرفين من الناحية العسكرية. وعلى الصعيد السياسي تنشط الخارجية السودانية في اجراء اتصالات مع دول العالم لشرح أبعاد ما تسميه اعتداء الجنوبيين على أراضيها وانتهاكهم القانون الدولي. حالة الاستنفار والتعبئة ستزيد من حدة المواجهات العسكرية بين الطرفين في وقت تأخر فيه دور المجتمع الدولي الفاعل لمنع حرب قد تكون شاملة بين الدولتين. الطاهرة المرضي، الجزيرة، الخرطوم.